مساء الخير اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج صوتك مسموع رحم الله شهداء الوطن وضحايا الحادث الارهابي بمدينه بئر العبد ولم اهلهم الصبر والسلوان وتمنيا بالشفاء العاجل لجنون المصابين اخبار مصر امبارح شفنا وحوش سيناء بيسألون لشهداء الابطال القوات المسلحه والشرطه وبيوصلون دك معاقل الارهاب وحوش سيناء وبيسألونا للشهداء وده شفنا طبعا بيان المتحدث الرسمي بقتل 126 تكفيريا خلال الفتره الماضيه امس وتنفيذ 22 مداهمه و16 عمليه نوعيه داخل سيناء وتدمير 228 مخبأ و116 عربه دفع رباعي وكمان شفنا بالاضافه ده ضبط 13 سلاحا آليا وثلاث عبوات معده للتفجير وحزمان نسفين كل ده في شمال سيناء ردا على عمليه بئر العبد ضد الارهابيين والتكفيرين في شمال سيناء واحباط مخططهم التخريجي والتكفيري في أرض الفيروس طبعا شفنا تاني خبر اللي إحنا سعداء بيه إن الصحة على لسان الدكتورة هالة سعيد إن الصحة امبارح إنه تم عمل أبحاث هلا زايد عفوا أبحاث على علاج فيروس كورونا بالبلازما وإذا أثبتت نجاح هيتم تعميم التجربة حيث يتم الحصول على بلازما من شخص متعافي بمواصفات معينة وكمان بيتم حقن الحالات الحرجه بالبلازما بعد ان تم عمل كافه اجراءات الامان عليها وهناك حالتين جراحتين استجابت فعلا للعلاج بالبلازما مشيرة الى ان تم حجز الحالات فعلا حجز جرعه جديده من علاج جلياد ده تابع طبعا احنا شفنا تعاقدت الوزيره قالت ان احنا تعاقدنا فعلا على اول منظومه له وان التعاقد ده تم من فتره والفتره دي تقريبا من ست اسابيع